مع القرآن الكريم والطالب زياد محيي الليثي من إدارة ملوي التعليمية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. برلماننا شجرة كثيرة الأغصان مزدانة الألوان، نعيش الآن مع فيلم توثيقي يحكي لنا كيف كنا وكيف كان وكيف صار البرلمان. أنا محمد هاني صابر، أنا أتحدث إليكم بصفتي رئيساً للبرلمان الحالي. برلمان يختلف تماماً عن كل البرلمانات، لأن أساسه طهارة الفكر وأمل في القلوب وحلم في العقول وطاقة إيجابية هدفها الأساسي البناء والتعمير. السادة أعضاء المجلس الموقر، مرحباً بكم في بيت النواب بيت المجلس. السادة الحضور جميعاً، نرجو الالتزام بقواعد الجلسة. أولاً الاحترام في الحديث، ثانياً الالتزام بالوقت المسموح، ثالثاً غلق جميع الهواتف، رابعاً وهو الأهم يمنع الدخول أو الخروج أو التنقل من مكان لمكان في القاعة إلا للسادة مدير القاعة والإعلاميين. والآن نبدأ جلستنا البرلمانية الأولى في الدورة السادسة للبرلمان المدرسي. مرض إلينا نحن رئيس برلمان الطلاب طلب بتقديم رسالة شكر، وقد رأينا أنه يجب عرضها على مجلسكم الموقر، فيتفضل العضو أحمد إبراهيم عبد الماعن إدارة مضاهة بالتقديم. سيادة اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، نحن أعضاء البرلمان المدرسي نيابة عنا وعن كل أبناء محافظة المنيا، نشكر سيادتكم على كل ما تقدمون منذ وصولكم إلى أرض محافظتنا. السادة الأعضاء، جاءنا عدد من الاقتراحات خاصة بالتعليم الفني، فتتفضل العضو ابتسام محمد عبد العظيم إدارة مغاغة بتقديم اقتراحها. سيدي الرئيس، أنا طالب التعليم الفني، نعم أنا الفاشل في المرحلة الإعدادية. على سادة العضو الالتزام أمام الجلسة. عذرا لما سأقول سيدي الرئيس، أنا الطالب الغبي المشاغب. على سيادة العضو ابتسام التزام أدب الجلسة. نعم سيدي الرئيس، أنا الطالب المشاغب. أعتذر سيادة الرئيس، ولكن هذا هو ما يأتي في عقل وتفكير أي شخص في مجتمعنا. أقترح سيادة الرئيس أن يتكتف أصحاب المصانع والمشروعات الكبرى أسوة بالمدارس الخاصة بإنشاء مدرسة فنية ابتدائية ترتبط بالمصانع والورش، ثم تتدرج إعداديا ثم الثانوي. بشكر أعضاء المجلس على رسالة الشكر، وإن كنت أعتقد أننا لا أستحقها لأنها لسه بدري قوي على ما نكون متشكر، لأن عندنا كتير قوي لازم نعمله قبل ما نشكر بعض، علشان تفضل تديني الحافز وأفضل دائما شاعر أن الرقابة حقيقية ما هياش رقابة شكلية أو صورية. قررنا أن نوضع موضوع مناقشة مشكلات الشارع على رأس جدول أعمال الجلسة القادمة، وإلى هنا تنتهي جلستنا البرلمانية. لكم خالص التحيات من الهيئة البرلمانية لبرلمان مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا. أدار هذا البرلمان محمد هاني بمساعدة تسنيم رمضان عبد الفتاح وكيل المجلس وأمانة سر أسماء عبد الحميد. بحضور 94 عضوا وانتهى المجلس إلى إصدار القرارات والتوصيات
وكان ذلك تحت إشراف الإعلام التربوي بمحافظة المنيا. كفّ الجلسة على أن تعقد في الثاني من شهر مارس لعام 2017.